كما زار صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الفانتك، حيث كان في استقباله سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزية. اطلع خلالها على أقسام المركز الذي يعد أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجهز لاحتضان 30 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وإسهامه في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة. واستمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المركز في مجال التكنولوجيا المالية.